بدي صباح على الدكتور مصطفى حامد أوغلو، اختصاصي أمراض الداخلية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني خلينا نبلش من الأول ونحكي ونعرف عن الأعضاء اللي كتير بتتأثر وبتنأذى بارتفاع درجات الحرارة. أولا صباح الخير للجميع وكل المشاهدين. نحن نتكلم عن جسم الإنسان. وأهم معلومة بجسم الإنسان أنه ثلثين جسم الإنسان يتشكل من الماء. يعني 62% و 60% من جسم الإنسان هو من الماء. فنحن نتكلم عن كتلة من الماء. يعني إذا شخص عمره وزنه 76 كيلو فمعناها 42 لتر هو من الماء، يعني كتلة من الماء. لذلك الماء تتأثر من الشمس ومن الحرارة بشكل كبير جدا. القلب 80% من القلب هو من الماء، والكلية أيضا 80% منها هي من الماء. فهي كتل، هذه الأعضاء اللي نتكلم عنها كلها هي جزء من الماء. أقل نسبة فيها ماء هو العظام، وهو 22%. فالحرارة تؤثر على جسم الإنسان بشكل مباشر، وأكثر شيء تؤثر على القلب وعلى الكلى بشكل أكثر، وعلى جهاز التنفس وعلى كل اليوم القلب يعني في كل نبضة يعني يضخ 70 ملي لتر، يعني تقريبا ثلث هذه الكأس من الماء. ففي الدقيقة الواحدة يضخ 5 لترة من الماء، في الساعة 300 لتر، في اليوم هو ينبض 100,000 نبضة في اليوم، فمعناها 7,000 لتر من الماء يضخ القلب. الكلية أيضا نفس الشيء، هي تقوم بفلترة أو تنظيف 180 لتر من الماء يوميا من الدم. فهذا يعني يعطينا صورة يعني واضحة عن أهمية الحرارة وتأثير الحرارة صراحة على أعضاء الجسم بشكل مباشر. أكثر يعني الأعضاء التي تتأثر بالحرارة هي هذه الأعضاء، لأنها هي التي تقوم بضخ الماء، ضخ الدم. وهذا الماء يعني عندما يكون هناك تعرق بسبب الحرارة فيفقد سوائل، يفقد الصوديوم ويفقد البوتاسيوم. والماء والبوتاسيوم والصوديوم هي يعني أهم مقومات حياة الأساسية لحياة الخلية. الخلية تموت إما بفقدان الماء، عندما تفقد الماء يحصل انخماص، يحصل حموض، لا يعني تفقد الماء، أو عندما تمتلئ يعني تأخذ ماء زيادة يعني تنفجر من الماء. فالماء والحرارة عنصران أساسيان في حياة الإنسان بشكل مباشر. نعم. إذن ذكرت أنه الإجهاد الحراري يؤثر، أكثر الأعضاء المتأثرة به هي القلب والكلية بالنسبة للأصحاء. لكن ماذا بالنسبة لأساسا مرضى الكلى والقلب، كيف رح يكون التأثير عليهم وشو طرق الوقاية؟ ارتفاع الحرارة يؤثر على كل الأشخاص، كل الناس. أكثر ما يؤثر هو يؤثر على الأطفال أقل من 4 سنين، ويؤثر على المسنين أكثر من 65 سنة، لأن نسبة الماء بأجسام هؤلاء تكون أقل. أيضا يجب أن أذكر هنا أن يعني أغلب النساء، وخاصة يعني النساء الشابات أو الفتيات، يكون عندهم الضغط هو بالأصل هو منخفض، وفي الحرارة يكون هناك يعني انخفاض بالضغط الدم نتيجة التعرق ونتيجة فقدان الأملاح. لذلك حتى يعني الناس الأصحاء، حتى يعني العنصر الشاب يعني خاصة الفتيات يتأثرن من الحرارة. لماذا ذكرت أنها بالمقدمة أهمية حجم الماء بالنسبة لجسم الإنسان؟ لكي نعرف مدى تأثير الحرارة على هذا الجسم. طبعا بالنسبة لأمراض الكلى وأمراض القلب هذا موضوع طويل ويحتاج إلى تفاصيل، لكن الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم وليس ارتفاع ضغط الدم، هؤلاء يتأثرون بالحرارة بشكل كثير، لأن الحرارة تسبب كما قلنا انخفاض في الحوامل، يمكن أن أكثر وأيضا حوامل. أيضا الذين يعانون من مشكلة في ضعف في عضلة القلب، عندما لا تستطيع عضلة القلب أن تضخ الكميات التي ذكرناها 7,000 لتر يوميا، فهذا أيضا يسبب مشكلة بحرارة الشمس. الإنسان يأخذ السوائل عن طريق الفم، ويعني
تذهب السوائل تخرج السوائل عن طريق البول وعن طريق البراز، ولكن عن طريق التنفس وعن طريق التعرق. نعم. فبالصيف تزداد نسبة التعرق، بالحالة العادية يفقد يعني تقريبا نصف لتر من خلال التعرق، لذلك بالصيف تزداد يعني فقدان السوائل، وبالتالي لازم يعوض بشكل أكبر. طبعاً الإنسان يحتاج إلى تقريبا 20-30 مللتر، 30 مللتر كل يعني دقيقة، يعني يحتاج إلى أن يشرب كل دقيقة، يحتاج إلى أن يشرب كمية من الماء، يعني باليوم يحتاج إلى أقل شيء لترين ونص تقريبا بالصيف، يحتاج إلى الكمية هي أن يضاعفها. فلذلك يجب تعويض السوائل وخاصة في الحرارة. نعم. في ناس بيشرب مي باردة كتير بالصيف، شو رأيك؟ في ضرر لحرارة المي تكون باردة فترة؟ بنسمع أحيانا إشاعات خاصة الصبايا إنه المي باردة، خاصة للصبايا اللي عم يعملوا ريجيم لإنقاص الوزن، إنه لا ما بيصير تشربي مي باردة حتى لو بالصيف لأنه بتعمل بطن بتزيد من الوزن، هل هذا الشيء صحيح؟ الآن عندما نتكلم عن يعني إذا نتكلم عن معالجة ارتفاع الحرارة، الشخص الذي يصاب بارتفاع حرارة ونريد أن نعالج هذا الشخص، الأفضل أن لا نعطيه ماء بارد، الأفضل أن نعطيه ماء طبيعي. لكن من أجل تبريد الجسم، يعني أهم طريقة لمعالجة ارتفاع الحرارة وخاصة إذا حصل هناك ضربة الشمس، يعني ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، يجب تبريد الجسم. عندها يمكن أن يعني نرش جسم الإنسان بماء بارد، أو حتى هناك من يقترح أن يعني يدخل في مغطس ماء بارد طبعا، لكن أن نعطيه يشرب ماء بارد هذا ليس بالأمر الصحيح. يجب أن نعطيه ماء طبيعي للشرب، لكن ممكن أن نرش على جسمه بالماء البارد. أما بالنسبة للتنحيف والتضعيف هذا يعني لا يوجد هناك دراسة علمية تثبت ذلك. أهم شيء في هذا الأمر هو تغيير نمط الحياة، يعني الغذاء الصحي والجهد البدني. صحيح. كمان دكتور كنت عم تذكر أنه بالصيف بيصير في بينطرح الصوديوم وفي معادن من الجسم كمان بيخسرها، معناها ممكن يكون شرب الماء مو كافي، هل لازم يشربوا مياه معدنية، مياه بتحمل معادن جواتها لتعوض هذا الشيء، ولا كيف بيتم تعويضها؟ طبعا عند ارتفاع الحرارة يحصل هناك فقدان بالصوديوم، فقدان بالبوتاسيوم، فقدان بالمغنيسيوم، فقدان بالكالسيوم، كل هذه حتى نسبة السكر تضعف. نحن أكثر شيء نخاف في الحرارة على أمراض، يعني أمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض أيضا الذين يعانون من السكر، عندما هؤلاء يحصل لديهم جفاف، الجفاف يسبب أيضا ارتفاع حرارة ويسبب فقدان كل هذه الشوائب، لذلك يجب تعويض هذه المعادن. لكن أيضا يجب أن ننتبه أن تناول الأملاح يعني بشكل كبير في الجو الحار ايضا يسبب مشكله، يسبب العطش، وهذا ايضا يزيد ويفاقم من مشاكل اعراض التعرض للحراره. لذلك يجب التوازن في هذا الامر. يجب ان ياخذ الانسان كميه كافيه من الملح في الفتره الصباحيه والفتره المسائيه بشكل متوازن ولا يزيد، لكن اثناء التعرض عندما يتعرض الانسان الى ارتفاع حراره وخاصه ضربه الشمس يجب ايضا اعطائه محلول ملحي، طبعا هذا يكون في المشفى وليس في البيوت. شكرا لك دكتور مصطفى حامد أوغلو، اختصاصي أمراض داخلية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. نهارك سعيد.